ده فيو، يلا فيو اللي هو الواد التركي. اخدوا بالكم بقى، انا سورو سكواب بس عيل عندي بقول لك. ايه ما تموتوا، تعال اخش على جيبك يا مولانا. طالعين عليا رشه، ارجع كده ارجع كده ارجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قولوا اي حاجه، اشكر النبي عليه الصلاه والسلام. الحمد لله. فكره الفيديو بتاع النهارده، دخلنا جوابنا المود الجديد. طبعا المود فيه حاجات ياما قوي جميله وجامده قوي، مش جوابنا المود بس، لا طورنا السلاح اليو جي كل الافكت الجديد، ثمان ليفينات مع اللبسه الجديده بتاعه، عملنا شغل جمدان. عمى ده كمان قابلت ستريمر توكي، فاكرين الواد التوكي ده اللي انا قابلته قبل كده وانا بقيم مع الكونكا؟ فاكرينه؟ من سنه ولا سنه ونص قابلته وانا بكلم مع الكونكر، هو جابنا في الاخر يعني. فالنهارده انا خدت حق، خدت حق يا معلم. هو فايت انت هتشوف الفيديو يعني، عايز اطول عليك. عايز اقول لك ان الفيديو النهارده مليان جمدان ومليان دي. قبل ما نبدا الفيديو زوز لايك، زوز لايك، اشتغل في لايك، هتشغل في لايك اللي يجي منك كمان، واشترك بالقناه عاوزين نكمل 500,000. ارفع زي الجرس كل يوم على نص، هو بيقول ليتس جو. لو ما بتصليش لازم لازم تصلي، ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين. ولاد سجو واللي عايزه ليفن كام يا زميلي. طب بسم الله المعين، وزيبكش اول ليفن، ونقول ايه والصوت اللي قريب الى قلبي، وزيبكش وزيبو. حلو قوي الكلام ده، وزيبكش. قال لك واحده كده افكت وريس جو بس. حلو، انت كده عليك بقى ايه معانا حاجته كلها في سكوب 6. حلو ده يا عم، سكوب موسع سريع كل. حلو قوي الكلام ده، صلى على النبي. ده الجهاز بيموت من اولها. 25 فين حبيبي؟ والله ايوه يعني عرفنا ان انت معاك فلوس، وبعد كده يعني استفدنا ايه احنا بقى؟ قرف ما عندنا دولار، بين دولار اجنبي. الا روسبو ويا يوفهم يلا تبرا ويا يوفهم يلا. يا نهار ابيض، وعليك عليكم السلام يا عم. ما نامين افتح لي كده وتعالى لي عشان مش واكله السولو سكواد ده. ايه جاي لك انا يا عم؟ عشان فوق بيقيم على الكونكر. قال لي اسم اسطى. نهار ابيض، 40 لاعب. ايه ده؟ ايه الرقم ده؟ فيلي كده الباب ده كده. ايه الرقم ده؟ ايه الرقم ده بجد؟ ايه ده؟ ايه الرقم ده؟ فيلي الباب ده تاني. اما يقطع مره واحده يا عم فوق. ايه الرقم ده؟ 35 لاعب، ما اتفقناش على كده يا عم. بس كام ده ولا ايه؟ خد خد خد، هقول لك على حاجه خالص حبيبي حبيبي. حازم حازم اخويا النوك فينش. الله اكبر، اللهم صل على النبي. يلا يا عم بدايه ياما قوي جوه على فكره، ياما قوي وانا مش حافظ الارض. خدوا بالكم بقى، انا سورو سكواب بس عيل عندي بقول لك. سكوب 3 بايظ. مسك ميد. حلو قوي الكلام ده، مسك. ايوه مسك الميد وافتحها. تعال اخش على جيبك يا مولانا. انت ايه جاي هنا على طول؟ انت جاي الجوش هنا ولا ايه؟ اخد الام فوق ينفع؟ سمعوا الهيل طبعا هيطلعوا. متنا؟ متنا. ايه ده مين دول بقى؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم وشوش جيمنج. قناة رشروش في الوصف، ولو حبيتوا تشتركوا فيها يعني اكتبوا لعيب جدا وهتلاقوها ان شاء الله. السلام عليكم. هو كان فاضل 2 ثانية بس، عارف لو 2 ثانية كان فاضل 2 ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. رشروش ينزل في مكان طبعا بسيط جدا. هنا بقى يعني هو بيحب دايما الاسلحه الخفيفه. دخل معايا ازاي يا عم؟ انا فكرته منامينه. يعمر السلاح ومنه يشغل عين النسر طبعا، واخد باله من زميله. زميله مات، وهي دي يا جماعه اسمها روح التعاون. طيب لمطورين ببجي موبايل عشان نعرف هي حصلت ازاي. عايزين مطور يا جماعه يشرح لنا اللي حصل دوت
هل ده خارق للقوانين ولا ده لعب طبيعي؟ طيب بينطلق رشروش يمين في شمال ماسك السلاح بتاع القلة في اي حته، بولتين ايس كريم فانيليا خش علي. تمام جو ساعة طبعا يا جماعة، وهنا بيسد الخرم، هنا بقى بيسد الخرم يا جماعة علشان ينطلق. يا سلام يمين في شمال، الله ماسك مسدس الايس كريم، شكله ناوي يا جماعة يعمل لنا بولة هنا ولا ايه؟ نديله وقت ونديله تركيز. ميل شوك جميل جدا، يرمي يولع في البيت. وهنا بقى رشوش جيمينج بيعبر عن الغضب. عم انت عملت ايه ده؟ الذكاء والدهاء، ولكن الاعداء في كل مكان. لكن طبعا احنا ماشيين بمنطق واحد، وهو ان طلقات رشوش في كل مكان. وطبعا انا بقول اي بتنجان. عمر بقى مسدس الايس كريم يعطيها واحدة. غزالة هنا بتقول ايه؟ الغزالة هنا بقى بتبص على الشوش بتقوله تعالى اركب. لا 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 تعال. لا 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 طلقات يا جماعة، زي ما يكون هو مهندس حاسب كل ماشية ازاي. اذا كان عايزها تروح هيد شوت بتروح هيد شوت. عمل واحدة زحلية جيمي، الواد ورا الشجر. خد بالك يا رشوش، الواد ورا الشجر. انا موت كده صح؟ لماذا انت غبي ايها الغبي؟ طبعا ده يا جماعه جاموسه جيمنج، ودي لقطه يعني احنا مش عارفين بصراحه حصلت ازاي، ولو رفعناها للمطورين هيقول هيسيبوا الدنيا. على واحد كده اهو، بس بدايه مشوقه بالتفاؤل. ماك خش يا زميل تعال. وراح فين؟ ايه ده يا اسطى؟ ده في هلم جميل. ماشي ماشي قعد بقى. ايه ده؟ وايه البلي ده؟ قال له ايه البلي ده انا بعمله ده؟ يا عم ادخل ازاي؟ طب ادخل ازاي؟ ماشي الواد نط. ايه الجمباية دي؟ ايه شغل الشمسان ده؟ يا نهار ابيض. فنش يا حبيبي، بقول لك يا رشروش حاسب كده يا رشروش. انا فنشت الواد. لو تيم بشم ايه ده؟ في انا معاك بتعمل ايه؟ لو تيم بش مرة واحدة ما يعرفش يخش. ميكي انا ماليش اكونت على الفيس بوك. اسمع من ميكي، احنا كنا هناخد نيد انا وانت دلوقتي، كنا طلعنا عليه وعملنا الخطه دي، حاولنا نفضه وعليها رخصه تنتماتيك ايكي. بس هنمسك اللي على اليمين ده، انت الليجو. هو فين هو؟ طب هو ماشي طب ولا ايه؟ تاني جوه من يمينه على الشمال اهو، جابوه. هو فين؟ تلج الباب، تلج الباب، تلج الباب بسرعة. على ايش طلقة رشيد؟ احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ خد الشوتجن دي. تعالى مع مصطفى. I need a weapon. ابو ما نافنش. لا ما تفنش واحد، استنى. اوه ايه؟ ايه
عم ده انت راكب عربيه جميله جدا، مالكش في السواقه يا عم. جربكش ده هو بس. ويزيك يلا بينا، خلينا نديها بسنه. يلا بينا قبل ما يصحيها المريض. يلا يلا يا لهوي، ودي بقى السنة كمان ايه؟ واتش اوت. روح عليها يا مين، خش عليهم يا زميلي. اقف هنا اقف هنا اقف هنا، شافونا. اقف هنا اسمع بس، اقف هنا. ده راح البيت، امسك البيت يا مينو. البيت ام السباكة. على بقى عند العربية وتعالى نروح على ايه؟ الواد ده طبيعي رشروش؟ ايه ده يا عم ده؟ مش باين على شكله خالص والله. يا مسهل الحال يا رب. يا عم انا عملتها سموز بتعلق اكتر، ده بقى اعملها ايه تاني؟ عملتها قوي؟ اعملها ايه تاني؟ في اقل من السموز يا عم ممكن اعملها. لو سموز طب أوه. ولا ايه مش فاهم؟ لو سموز. انا تعبت كده والله مش عارف العب بجد، نزل على مسدس ثلج يا عم. في اسلحه عندي. اه اعمل ايه سلاح يا عم؟ وليه مش اللي انا عاوزه يا عم. تعالى يا عم انت يا عم. يلا يا عم سنو يا عم. يلا يا عم التليج السلم بتاعك يا فاهم. واحد عندي. حد تاني؟ لا لا مفيش حد. العيال دي زولتني، ايه الحل العيال اللي هتنطوا فينا فاهم؟ حد هينط من فوق؟ معرفش والله انا متزاول، في ايه؟ ايه شغل القود ده؟ طالعين عليا يا رشا. ارجع كده. ارجع 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 ارجع. سموز قلت شوية تعالينا. كده انت تسلك يا عم. يا عم تصدق اللعبه سموز بقت احلى يا عم. انا اتش دي اه انا مش عارف العب. كانت 70 80 90. ايه ده كلايته دي جي بي اس؟ لا انت كده بتقول، انت كده بتقول لي انت يعني عايز تصل ايه؟ اتفضل. مش عارف اتفضل. فوق 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 البيت، فوق البيت. والله كفاك انا مديت شمس الكبس. ايه ده كل كده ولا ايه؟ يا بابا السوق. تعال طلع لنا فاهم؟ كل كده؟ انا جبت عشان العيال اللي ورانا. اه تعالى فلانك عجبك الفلانك اهو. ارجع احسن. اسحب اسحب. انا دخلت حد قطع عندي السده في البيت. اه شفته. قلت لك افعد استنى افعد. عرفة قدامك قدامك. في حد تاني اكيد. بس احنا عاملين قلب. ايوه اه والله لا خالص اهو.
هناك على فكرة. لا حاول ما تغوتش يعني. خلاص خلاص خلص كده. انا لما عملتها سموز ظبطت الكلام. قوم اللي هناك. لا موتة كذا. وين الكمسرة؟ لا تعالوا في وش. جامد. باقي باقي. حاول تسكعله بالقوم ده. يلا هو على حظك. كده هنخش في النص. اضرب تلج اعمل كفرات وراك يا رش. حوطوهم حوطوهم. يلا يلا من هنا احسن عشان هما فوقينا. على فاهم. جامد جامد. اعمل كفرات على كده فاهم. ورانا رش ورانا ورانا. نقطة. شوف عبد الفتاح اللي جايب العوية ده اوعى يدوسك. ركز معايا ما تخلصش طلقك ما تخلصش طلقك. وراك 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 وراك. حاوم يا جدعان حاوم بجد. ايه يا عم اللعب الخا ده يا عم؟ انا واحد قلت لك ما تخلصش طلقك يا فهد. انا عارف هم هيعملوا الشغل الخا دي. ده فيوي يلا فيوي اللي هو الواد التركي. الواد التركي تلاقيه طلع لايف بس هتلاقيه على منصه كده غريبه.